عندنا وعاده الانتصارات. كله داوود كله داوود. اليوم طبعا اربع ابو زينب قال داوود موجود وحاضر باللعبه، وان شاء الله نقول والله وداعتك داوود هذا الفوز شرطه، والله وداعتك داوود هذا الفوز شرطه، والله وداعتك داوود هذا الفوز. رجعت متعه الشرطه؟ رجعت. ايه رجع مؤمن، رجع يجاوب جقاره، وان شاء الله انتظرونا في المرحلة الثانية. الدوري الدوري دوري اكيد. داوود خاف داوود قول له. لان داوود يستاهل، وداوود من الشرطة وليدني والله العظيم، والله وداعتك داوود هذا الفوز. المباراة القادمة صعبة مو بزعل. وين؟ هنا انا غير؟ ثلاثة بعيد بعيد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا نرتحل ويا الفريق، وان شاء الله فوز فوز شرطاوي ان شاء الله. يعود لا 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 والله ما دام عندنا داوود الشرطه والله يعود، ما دام عندنا داوود الشرطه والله يعود، ما دام عندنا داوود. طبعا هذا داوود هذا لغز ما لكم علاقه به. يا ترى مفاجاه. نعم مبروكين. شكرا. انا اقول لك اول شيء الحمد لله على السلامه، جيتك من السليمانيه. يا شلون عرفت؟ من اقول لك؟ شلون شفت الفريق؟ الحمد لله جيد. الحمد لله زينين. يا لاعبتي انت انا كلهم ما عندي فرق، بس العزيز العزيز ميمي. امين. اي اي يعني ما اي الحمد لله وقف وطختنا صور، وعبد الزهره مجا طبعا مو اي عبد الزهر. انا اطير على اي اطير على الشرطه القادمه بزاخو. راح تروحين؟ لا لو سليمانيه اربيل اروح زاخو من بعدني ما اعرف. شكرا شكرا خالد. اول شيء الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكر للجمهور، شكر الكادر التدريبي، شكر للاعبين. مثل ما تشوف هسه بدت الشرطه تلعب، ذنيج المباريات كلها ننساها هسه. زاخو مو يذبحون طليان، اذا صير عجوله هم يغلبون، خلي ببالك. باوع باوع وعد وعد وكلام كلام زلم. ثلاث لعبات لو اربعه، صداره شرطاويه والدوري شرطاوي، والله العظيم والله العظيم. مثل ما اشوفك انا، اسمح لي اسمح لي بس خليني احبك. انا واثق من فريقي ها، وفريق ان شاء الله عاد بروح وحده بوجود مؤمن سليمان وكل اللاعبين الموجودين. تصير اشكالات يعني صارت، المدرب السابق يعني يجوز يعني. المهم احنا هسه وصيف ان شاء الله مثل ما دا اقول لك والله العظيم، يعني جوله 22 23 دوري شرطاوي وزاخو مو طليان. لو صير عجوله يذبحون عجوله هم نغلب ان شاء الله. دوري شرطاوي حبيبي شرطاوي حبيبي كابتن ورده. والله الحمد لله الحمد لله والشكر. يعني هسه الشرطه بمستوى كلش مرضي للجمهور ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله يقدمون الافضل ان شاء الله. كابتن شلونك؟ شلون صحتك؟ صرحت وياك قبل لا يجي مؤمن، قلت له خلي يجيبون مؤمن ويجي. الشرطه مع مؤمن بامان. شكرا للاداره، شكرا للاعبين، واليوم اريد ادس شكر خاص لحسين عبد الواحد. حسين عبد الواحد انت طاح صح طلعت من الفريق، فتبقى بقلبنا وتبقى انت. هاي التاريخ اخذت ويانا دوري، كنت لاعب ومن كنت مدرب اخذت ويانا دوري. احنا كجماهير الشرطه نشكرك يا حسين عبد الواحد على ما قدمته مع الشرطه. مو انا قلت لك هسه الدوري عندنا، خلي الجويه خطيه يفرحون به اسبوع اسبوعين ما بناخذه معدوم. مباراه الكاس مباراه اذا غلب الزاخو اخذ الكاس، اذا ما غلبت زاخو الله وياك. يلا.